عليكم، اهلا وسهلا بكم. ان شاء الله تكونوا كلكم خير وصحه وسلامه. اليوم نتعرف على 4 انواع من الافضل الاسمده اللي ممكن تستخدموها للورد حتى تشجعون مرحله التسهير. طبعا حتى تشجعون نمو وتسهير الورود ممكن تستخدمون العديد من الانواع المختلفه من السماد. اليوم راح نتعرف على 4 افضل الاختيارات للاسمده، وطبعا يعتمد اختيار السماد المناسب على نوع التربه وظروف النمو اللي موجوده عندكم. أول سماد تقدرون تستخدموه هو سماد الـ NPK المتوازن، لأنه يحتوي على النيتروجين بتركيبة متوازنة، وأيضا يحتوي على الفوسفور والبوتاسيوم، وهذا النوع من السماد راح يعزز نمو الأوراق والجذور، وبنفس الوقت أيضا يساعد على تعزيز وتكوين البراعم وتحسين الجذور. بنفس الوقت أيضا يحسن الزهور. النوع الثاني هو سماد عضوي، ويشمل السماد العضوي من أهم سماد الدجاج وسماد البقر، عندنا سماد الماشية وسماد السمك. هاي الأنواع من الأسمدة تحتوي على نوع من السماد اللي هو يحتوي على مواد عضوية طبيعية تعزز الصحة العامة للتربة، وبنفس الوقت أيضا تحسن قدرة النبات على امتصاص العناصر الغذائية. والنوع الثالث هو سماد البوتاسيوم. إذا كان هدفكم هو تعزيز تسهير الورود، فممكن أنه يكون سماد البوتاسيوم جدا مفيد لهاي المرحلة. يساعد البوتاسيوم على تعزيز نمو الزهور ويخليها أكثر جمال، ويحسن حجم وألوان الزهور أيضا ورائحة الزهور. النوع الرابع والأخير هو سماد الحديد. إذا لاحظتوا أن أوراق الورود عندكم باهتة وتعاني من نقص اللون الأخضر الصحي، فممكن أنه يكون هناك نقص في مادة أو معدن الحديد. سماد الحديد راح يساعد بتحسين لون الأوراق ويخليها أكثر جمالاً. طبعا قبل لا تستخدمون اي نوع من الاسمده، يفضل ايضا يعني تقومون باجراء اختبار للتربه وتحددون اذا كانت هناك اي نقص او نواقص موجوده في بعض العناصر الغذائيه. ممكن ايضا تحصلون على معلومات اضافيه من محلات البستنه، او اذا بامكانكم وتوفر عندكم هذا الشيء ممكن تستشيرون خبير بستنه او يعني مهندس زراعي حتى تحددون السماد الاكثر مناسب للورود اللي حسب المنطقه اللي عايشين بها. وصلنا إلى نهاية الفيديو، وبنفس الوقت أيضا رويتكم بعض الورود والزهور العشبية الطبية اللي ممكن تستفادون منها، وإن شاء الله في الفيديو القادم راح أشرح لكم عن هذه الورود وطريقة استخدامها وطريقة زراعتها إن شاء الله. إذا عجبكم محتوى القناة تشتركوا فعلوا الجرس. أراكم إن شاء الله في فيديو لاحق. مع السلامة.